بدي أدردش وبدي أتكلم كلام مهم جدا وبدي أوصل رسالي لمشايخنا، إذا لم يستفيقوا ويعرفوا أن الذي يعاقبنا هو الله جل في علا بذنوبنا، فهذه هي الطامة الكبرى. الله الذي سلط الأمم علينا بذنوبنا، فإن لم نتوب ونتوب توبة صادقة سيبقى العذاب ويزداد الأمر سوء. لكن كيف التوبة؟ كيف أستطيع ما أنا مغموس؟ أنا لا أستطيع، ما أنا بحاول. إنها سورة البقرة، إنها سورة البقرة التي ستخلع عنك كل هذه السقطات. أنت تقرأ وهي تخلع كالصابون. نعم، سورة البقرة كأنها صابون تطهرك من هذه السقطات التي فيك التي يعاقبك الله عليها، وكل حب الظهور وكل حب الأنا وكل حب الشهوات وكل الكلام والخزعبلات التي تدور في راسك. هذه سورة البقرة ستحلقها حلقا. سورة البقرة ستعيدك للفطرة السليمة. سورة البقرة ستجعلك قائدا بإذن الله تعالى. رسول عليه الصلاة والسلام يوما أراد أن يبعث سرية، فقال: من منكم يحفظ سورة البقرة؟ فقال رجل منهم: أنا يا رسول الله. قال: فأنت أميرهم. لا تضعفوا هذه الروايات، فهذه روايات حق، هذه روايات حق، لا تضعفوها، لأنه ما عاشوا معنى كلمة سورة البقرة. لكن عندما يعيش سورة البقرة يوميا، نقرأ سورة البقرة يوميا، نختمها. مش أنا بقرأ سورة البقرة يعني كل 7 أيام بقرأها مرة، كل يوم بدك تختمها، سترى العجب من التغيير الذي سيحصل معك. نعم، فأنا دارجع لكلام إن شاء الله. علينا أن نستفيق إن لم نتوب، والتوبة تكون بملازمة سورة البقرة ولزوم الاستغفار بالليل والنهار. ليش؟ لأن الله لا يعذب مستغفر ونحن تحت العذاب ونحن أمة في ذيل الأمم. إذا لم يستفيق علماؤنا ومشايخنا على هذا الكلام نحن في ورطة. لكن الحمد لله رب العالمين، الصوت وهذا فضل الله وأمر الله، والله يريد أن يغير. ومنذ اليوم الأول الذي فتحت فيه القناة وبدأت تتكلم عن الاستغفار ودون تدويني في الفيسبوك قبل أن أفتح هذه القناة بسن، يعني هذه القناة عمرها 2 سنين قبل أن أفتح هذه القناة، لأنه بال 2015 أنا قطفت كل هذه الثمار، وبال 2022 بدأنا الاستغفار مرة أخرى في مشوار جديد. فدون تدويني أول عطاء الله في الاستغفار هو المطر. في شهر 6 جاء المطر بعد 18 يوم من التدوينة. نعم، الراصد لا يعطي أكثر من 10 أيام، والله أنا ما انتبهت للراصد أبدا. هذا حق. طبعا أنا أتكلم بالحق، وأنا مسؤول أمام الله عن كل حرف بنطق فيه، إنه كله حق، فكل كلامي وكأني أحلف يمين عليه أمامكم إنه حق، فلا أتي بكلام من عندي يعني خزعبلات. طيب، أنا قلت بدي أدردش، فإذا لم يأخذوا علماءنا، ليش؟ لأنهم أصحاب منابر، لأنهم هم أصحاب العلم، لأنهم يعني هم يعني سادتنا، الله يهدينا ويهديهم، هم أعلم منا ويستطيعوا أن يبينوا، لكن علينا أن نعيش. فاقد الشيء لا يعطي. إذا أنت بتعرفش معنى الاستغفار ولم تقطف ثمار استغفار، أنت ما استغفرت، من كان من كان. إذا لم تقطف ثمار الاستغفار لا تستطيع أن تكلمنا عن الاستغفار ولا عن سورة البقرة. لازم تجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار وبسورة البقرة. اقرأوا البقرة فإنها أخذ بركة وترك حسرة ولا تستطيع البطلة. كل هذا الكلام شو معناه؟ هذا بتعيشه وستقطف ثماره، ستعيشه يوما بعد يوم وتقطف ثماره ويتغير حالك أنت يا أخي الكريم. أنت وكل كلامك وكل ظنك وكل حالك وكل تفكيرك وكل انتمائك، إن كان تيار أو حزب أو كله، سيتغير. والفضل لله من أسرار سورة البقرة. ستقومك سورة البقرة حتى تعود إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. لا في هوى هنا، ولا في أنا، ولا في رياء، ولا في السمعة، ولا في أي شيء، لكنه علمك سيأتيك من عند الله. واتقوا الله ويلبسك الله ثوب التقوى. بالتقوى
سيعلمك الله. بدون سورة البقرة لا يمكن بدك ضلك تقرأ كتب وتأتي بهذه الكتب وتلقيها على مسامي الآخرين والأمة في ذيل الأمم لا يفهم شيء. أمي في ذيل الأمم. على كل حال أنا يعني هيك قلت خليها دردشي خليها دردشي. بدي أقرأ أنا الرسالة عشان اللي بفكر إنه في ناس بتفكر أشياء كثيرة قرأت أحاديث لرسول الله ما عرفش تطبقها وظنوا إنهم هكذا هو حديث رسول الله يعني. يلا نقرأ. يعني الله جل في علاه يقول أهل القرآن أهلي وخاصتي. خلينا نشوف أهل القرآن ماذا فعلوا. أهل القرآن أهل الله وخاصته. طبعا نحن لا نعيب لأنه لا نعيب. أنا بتكلم عن الاستغفار. شوف هذا الأخ أنا عندي قصص كثيرة جدا عن 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 حفظ كتاب الله. هذا أحمد ياسين. والله يا أستاذ محمد عشت الاستغفار في 2016 لمدة شهور ما عشت أيام في حياتي مثلها من راحة وطمأنينة ورزق بالرغم من إني أحفظ القرآن كاملا وربما أختمه في اليوم حفظا ولا أدري لماذا تركت الاستغفار لعله الحرمان. الحمد لله رجعت له مرة أخرى معك ولعلي أحكي لك قصة قريبا بإذن الله. هذا حافظ لكتاب الله لربما يقرأ ويختم القرآن كل يوم مرة بقراءته. شوف القصة الثانية هاي. يعني أنا طبعا تكلمت في ذاك الدرس فهو يقول هذا الأخ صدقت صدقت دعينا كثير ما شفنا شيء وأنا أمشي على منهاجك يا أخي وصدقك كثير كثير وأصدقك كثير كثير وأن أستغفر وأقرأ البقرة منذ زمن وما زلت تحت العقاب مش فاهم هنا صراحة رضياني رضياني بعدل الله. طيب ليش أنا بدي أنزل كمان في كلام آخر إن شاء الله تكلم. يعني هنا الدكتور محمد المبيض نحن في ظروف أهم ما نحتاج ما نحتاجه هو الحكمة. الحكمة في تقييم الواقع والظروف التي نعيشها بدقة واختيار المعالجات المناسبة. طيب أنا بدي أبين كان هون سبحان الله تعليق لأحد المتابعين عندي عنده طبعا أنا علقت عنده يا دكتور المبيض أنا من متابعينك من سنين أفتخر بك وأتمنى أن تتيح الموضوع وأن تتيح لموضوع الاستغفار وقتا وفيرا فأنتم في أمس الحاجة له بالأخص في ظروف الحرب وتكالبت الأعداء عليكم. أخي المبيض أنا أم عشت ظروف قاسية أنا وأولادي لكن بالاستغفار بأعداد كبيرة لكن بالاستغفار بأعداد كبيرة الحمد لله توضحت عندي معالم كل شيء وانحلت مشاكل ما كنت أظن أنها تحل. كل مشاكلي حلا بإذن الله. السيد حجازي دلنا على طريق نقي ونتائجه سبحان الله مبهرة. أرجوك يا دكتور استغفر بأعداد كبيرة وسترى الفرج بإذن الله وسوف يحميك الله من كل شر وضر. نعم يعني الاسم دكتور مبيض ممكن تسأل شوف إن مناش إحنا نبين أكثر من لازم. نعم هذه أمة دردشي. هذا حافظ لكتاب الله ونزلنا قصص حفظ كتاب الله بالاستغفار ماذا يفعل الله بالاستغفار. الله جل في علاه قد عاقب سيدنا يونس
وهو نبي الله، وقال للمصطفى صلوات ربي عليه: لئن أشركت له بطلنا عملك، سأريك كيف إننا نشرك بالليل والنهار. نحن نشرك بالليل والنهار ونسيء الأدب إلى الله ونحلل ونحتاج إلى تحليل. جزاه الله خير دكتور. أنا أقول لدكتور، أنا طبعا علقت عنده، نحن نحتاج إلى توبة صادقة، ولا نستطيع هذه التوبة دون سورة البقرة. الوضع صعب صح، لكن لكل من حولي قد نفيدهم بدعائنا. إن نحن تبنا ودعونا الله دعوات مستجابة. نحن لا يستجيب الله لنا، نحن لا يستجيب الله لنا، تأمرنا بالمعروف ولا تنهونا عن منكر، ولو شكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. بدك تأمر بالمعروف، كيف تأمر بالمعروف؟ هذا هو بدك تأمر بالمعروف. كاش يشرك بالله، لأن أشركت لأحبطن عملك. تكون شاكر لله، كيف أكون شاكر لله؟ لا تشرك بالله. الشكر، الشكر هو أن تبقى ذاكرا لله، كما قالت سيدنا عائشة لرسول الله: يا رسول الله، وقد تفطرت قدماي عندما قرأ قام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران، فقالت له: يا رسول الله، قد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تفعل هذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالذكر تكون ذاكرا لله بالليل والنهار، ثم ترد فضل الله على فضل الله عليك لله. الفضل كله لله، ترد الفضل لصاحب الفضل الذي علمك، الذي فهمك، الذي كبرك، الذي أطعمك، الذي أسقاك، الذي جعلك عينين ولسان وشفتين، هو الله الذي علمك وفتح فهمك عشان تعلم وتصير دكتور وتصير شيخ وتصير معلم وتصير هكذا أب لأولاد، الله. فبترد الفضل كله لله، ولا تقول أنا اللي تعلمت وأنا اللي اجتهدت، أنت ولا شيء ولا أنا شيء، نحن لا شيء، إحنا الله وجدنا في هذا المكان عشان نؤدي الأمانة، فإن أدينا الأمانة كما يحب الله ويرضى، والله المعين في هذا الأمر طبعا، سيأجرنا الله في الدنيا والآخرة. طيب، شو أهمية الاستغفار في هذا الوقت؟ شو أهمية سورة البقرة في هذا الوقت؟ في هذا الوقت بالتحديد بالذات، الاستغفار لا يعذب الله مستغفر، يعذب الله الشيخ العالم حافظ كتاب لي، سمعته الأخ، وفي حفظ الكتاب الله، في لهم تسجيلات صوتية تكلموا عن أنفسهم كيف أن الله يعني كانوا تحت العذاب، لكن عندما لزم الاستغفار رفع الله عنهم كل شيء، تغيرت أحوالهم. نعم، وسورة البقرة هي التي من خلالها تستطيع تطبيق أوامر الله. يعني تسمع الشيخ إحنا لازم نعود إلى الله، طيب كيف نعود إلى الله؟ مش لا أستطيع. ما أنا بصلي يوم وبتمر من أمام صبية بلحقها بعيني، أو على التوك توك بضلني ألعب التوك توك، فبتصير مناظر عجيبة، أو أفلام ساقطة، أو غيبة ونميمة، أو حب شهوات، أو حب ظهور، أو ركض وراء المال، أو الأعراس، أو الأفراح. كل يوم في عندي شيء جديد، كل يوم في عندي سقطة جديدة مش عارف أخلص منها، فأنا مغموس، كل واحد مغموس في شيء. كيف سورة البقرة؟ أنت بتقرأ سورة البقرة وهي بتشلع كل هذه الأمور. عشان هيك أنا اللي بينه لمشايخنا إنه سورة البقرة لها فعل، مش فقط حسنات، مش يعني فقط بركة بالفلوس. أنا ظنيت هيك والله، ظنيت الدولار دولارين بصير ولما بتقراها، والساعة ساعتين، لكن سورة البقرة ستشلحك كل الخزعبلات اللي براسك. بعدين أنا كنت حابب يصير عندي شيء أو أعمل شيء في حياتي، سورة البقرة ستأخذك إلى الوجهة الصحيحة وترضى رضا بأقل جهد ممكن تجده. والله أشغلني في هذه القناة أن أبين للناس، وكل فضل من الله. نعم، يشغلك ويفتح عليك من باب إلى باب. 800 حلقة فقط عن الاستغفار، 450 حلقة فقط عن سورة البقرة. هذه أمة تحتاج إلى استغفار الآن. ليش؟ لأن تحت العذاب، والذي تحت العذاب يحتاج إلى استغفار. لماذا؟ لأن الله جعل أمنا، كان يعني الأمن الموجود إسا هو الاستغفار، من لازم الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم أنت، ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فش عذاب مع الاستغفار. طب أنا بدي أتكلم عن موضوع آخر. يعني أنا سبحان الله، هي البصيرة يؤتيها الله والحكمة يؤتيها الله،
والعلم يؤتيه الله جل في علا بعد أن يلبسك الله لباس التقوى. ولباس التقوى هذا بينته بفضل الله من سورة البقرة. سورة البقرة بفضل الله الله سيلبسك لباس التقوى. عندها ومن يتق الله يجعل له فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله يجعل لكم فرقانا تفرق فيه بين الحق والباطل. بصير عندك بصيرة، بصير عندك تفهم، بصير عندك حكمة. كيف؟ شو الحكمة؟ الحكمة أنك تتوب وتراقب الله، تعرف أن الأمر كله بيد الله مش بإيدك. إحنا علينا أن نراقب الله. الله الذي أهلك القرون الأولى والتي كل القرون الله أهلكها، ما كان حدا أهلك حدا إلا الله جل في علا أهلك القرون الأولى، إن كان فرعون أو ثمود أو عاد أو قوم تبع أو كلهم. فإحنا علينا أن نعبد الله، إحنا علينا أن نعبد الله كما يحب الله ويرضى. والذي بدي يخليني أعرف أعبد الله، بدي أعرف كيف أعبد الله، هي سورة البقرة. ما هو أنا قبل سورة البقرة ما كنتش أعرف أعبد الله، أنا كنت مكينة عبادي، كنت أستغفر 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 الله، فأنا مشغل نفسي في العبادي. لكن مع سورة البقرة صار في عندي حكمة، في عندي فهم، في عندي بصيرة، في عندي نور، في عندي دافع وازع يخليني أوقف وأتكلم. نعم أتكلم عن عن عن, عن عظمة بلغ عني ولو آية. واحد يعني أعتذر أني أنا بنوع هيك، لكن بالصدفة بشوف المناظرة، مش مناظرة يعني تلخيص للمناظرة التي كانت بين ترامب وبايدن، عجوز وأهبل. كلما كان الحاكمين العالم هبل، اعرف انه هذول كلهم مسلطين علينا. حتى الله سلط علينا الهبل، نعم حتى الله سلط علينا أراذي للقوم. ليش؟ عشان يتفننوا فينا. كلما كلهم بزايدوا بزايدوا على انهم يعني قديش يمنعوا عنا الخير وعنا الرزق وعن كل يعني كلهم بتفننوا. ليش؟ لأن الله أعطاهن. الله يريدهم أن يعذبونا. ليش؟ لأننا نحن نعبد هوانا، نحن نعبد هوانا، نحن لا نعبد الله. لا والله لا نعبد، لا يعني إحنا نأخذ من الدين كما قال أحدهم، كما سبحان الله أخذ يعني الحلال يعني ما حل الله، والحرام ما لا تطوله اليد، ما لا تطوله اليد، فإن طلته اليد فهو حلال. الحرام ما لا تطوله اليد، يعني لا أستطيع أن أطول يعني أصل إلى ذلك الشيء فهو حرام. عندما أصل وأستطيع أن أصله بطل حرام، فيه جيبولي فتوى فيه هو حلال، كل شيء حلال. وهذه حقيقة، هذه الحقيقة. الحقيقة إن نحن نعبد الله على هوانا ونشرك بالليل والنهار. الله جل في علا قال يا معاذ أو يا غلام ألا أعلمك كلمات لابن عباس، احفظ الله يحفظك بكل شيء. بدك تحفظ الله، بدك تصلي الصلاة في وقتها، وبدك تغض بصرك ولسانك وكلامك وكلياته، هذا كلياته بدك تحفظ الله، وبدك تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. مش انت بتروح تصلي فكر حالك شيخ، مش انت بتصلي بدك يعني هذا الكلام العام لكل المتابعين لكل الناس، مش تفكر حالك بتصلي خلاص أديت حقوق الله خلصنا. هذه حركات، أديت حركات. إذا أنت مش عايش ومراقب لله، يعني الله في كل وقت وفي كل حين معك، وأنت عارف ظلك، الله ظلك معك، بيعرف شو بتساوي. يعني أنت شاعر، أنت مش أنت شاعر، هذا في عندك استشعار، هذا موجود عندك الاستشعار إني يا عمي خليني أستحي من الله. يعني عيب، تخيل أنت بتعمل أشياء فيها الناس حواليك ما بتعمل، وانت لما بتصل لدرجة انك تستحي من الله، هنا ابشر. وهذا كله يأتي بفضل الله من سورة البقرة، يعني طبعا سورة البقرة، لان الله بهذا كله عطاء من الله. يعني انت لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فانت طلبت من الله التغيير. يعني اول خطوة يعني انت طلبت فالله فتح عليك. وإن أتيتني عبدي أتيته مشيا، إن أتاني عبدي مشيا أتيته أرولا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك. طيب أنا حفظت الله، راقبت الله في كل شيء، فالحلال أنا أقمت الحلال واجتنبت عن الحرام، وما أصررت على حرام
انت مش ملاك، لكن انت تصر وانت سويت بين الذنب وبين السيئة، بيننا وبين الله ذنوب وبيننا وبين الناس سيئات، خلينا نسميها هيك يا أخي إذا بدها مصطلح آخر، يعني الذي بيننا وبين الله، الذي بيننا وبين الله لئن تبنى إلى الله، يعني كنت ما كنتش أصلي، صلي 20 سنة بصلي شيخ، لا بصلي ولا أصوم ولا بحج ولا بعمل أي شيء، اليوم قررت أني أتوب، أو اليوم تقررت أني أصحح مساري، مفهوم؟ لربما كنت ساقط بأفلام وكذا وأشياء بيني وبين الله، وآخر صلاة والعب وآكذا، وفي عندي ميسر وعندي أشياء بيني وبين الله، مثلا أشياء بيني وبين الله ما ضريت الناس فيها، ماخذ قرض ربي وأشياء هاي كلها بيني وبين الله، لا. اليوم استفقت، الله عاقبني، استفقت على نفسي، خلص أنا بدي أتوب، أقبلت على الله، خلص بلشت أصلي صلاتي في وقتها وكل شيء، وخلص أنا عمال خلص، نقول خليها توبة صادقة. فالله جل في علا قد يبدل سيئاتنا هذه كلها بحسنات، لربما أقول سيد الاستغفار يغفره الله، خلص لما توبت، مش أنا مستمر وبدي أقول سيد الاستغفار، منفعش سيد الاستغفار مع هذا الكلام، أنا مستمر، أنا مستمر بنفع كاش، لا أنا توبت خلص خلاص. فعندما أنا أتوب أقول سبحان الله بحمده من أطمر قد يغفر الله لي ذنوبي كلها، نعم، لكن ما بيني وبين الناس قول شو بدك، لا يغفره الله، سبيتني هذا حقي، وهذا من عدل الله أن يبقى لي حقي، أن أخذ حقي منك يوم القيامة، سمعتك ما سمعتكاش كتبت الحفظة وأنا سأحاسبك يوم القيامة في حديث المفلس، سبيتني بدك تحط حسنات. أول إشي أنت عندما سبيتني أنت أسأت الأدب إلى الله، لأن الله قال هاي مسبي لا تفعلها، فأنت فعلتها، فعليك أن تستغفر الله على كل فعل عملته أنت، والاستغفار هو تعظيم الله طبعا. وبالاستغفار في كثير وعود، وأكثر الوعود موجودة في الاستغفار، وعود التمكين والرزق وكل شيء جميل موجود في الاستغفار. فما بيني وبينك أنا لن أسامحك وأنت لن تسامحني وفلان لن يسامح، حتى الأم بتقول لابنها أنا بحاجة إلى هذه الحسنة. شاهدنا أنه السيئات لا تمحى بسيد استغفار، وحتى إذا تبت بدك تدفع أثمانها، شو أثمانها؟ قد تبني لك رصيد من الاستغفار، طبعا الحقوق إذا تستطيع أن تردها فتردها، وصلت الحقوق، إذا في عندك إشي مخلي أرض مخلي إشي بدك ترد الحقوق، أما إذا انحرقت هذه الحقوق فأنت عليك لزوم الاستغفار والتوبة والرجوع إن شاء الله. فهذا عشان هيك أنت بتستغفر كثير، ولا تستهين انك انت تتوبت، احنا قلنا انت تتوبت والله غفور رحيم، انت تتوبت، مش يعني انا مستمر وكل كمان اسبوع بدي اروح اطلع قرض ربوي وبعود بستغفر والله يغفر لي، لا، بصير المشوار اصعب عليك. طيب الطامة الكبرى، احنا لما بتصير في انتخابات في الدول اللي بيقولوا لها عظمى ولا عظيم الا الله جل في علاه، وهو الذي عظمهم علينا وكبر روسهم علينا وسلطهم علينا، تكاد تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قال رسول الله أو من قلنا نحن يومئذ، قال لا، لكنكم كثير، لكنكم كغثاء السيل، ينزع الله، من الذي نزع؟ الله الذي نزع المهابة من صدور عدوكم منكم ويقذف في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. العملية أنت ما بتفعلهاش، الله اللي بيفعلها، الله قام خوف منا، بطلوا خافونا، إذا كانوا بالسابق يخافوا من كم المحصورة، اليوم بطلوا خافوا ولا من أي شيء، لأن الله تدخل. الظالم الله الذي يضله، ويضل الله الظالمين، لو جبت له 100 آية مش راح يهتدي، ليش؟ لأن الله تدخل، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا نزع، الله نزع من صدور عدوك المهابة، بطل يخافك، مش خايفك ولا شايفك، بده يحرقك مش... طب ليه؟ لأنك أنت قليل أدب مع الله، لأنك أنت عمال تنسب إن هؤلاء الذين يتحكمون في الدنيا، الأقطاب،
الدول العظمى، لأنك هيك أنت، لأنك أنت تشرك بالليل والنهار. لأنك لو أنت كنت موجود في ولاية من ولايات أمريكا مثلا، بدك تصوت للحزب الفلاني عشان يحسن وضعك، أو لربما يكون أقل بطش عليك، وهذا شرك. ما بعده شرك، والذي ينتمي إلى حزب أو طيار عشان يغير وضعه، هذا شرك مستمر ويوجب العقاب من عند الله. وهذا إحنا ما بين غيبة ونميمة وربا وسب وشتم وقدح وأكل وقطيعة أرحام وشرك لا ينتهي. فلان هو الذي فعل، والدولة الفلانية التي فعلت، والرئيس الفلاني عندما يغير الرئيس يأتي رئيس، ما يغير الرئيس بتغير واقعنا يا مسكين. والله جل في علاه بيقول لك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم مش أمريكا، واعلم لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولن ينفعوا ولن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتب الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، بنعرف نعلمه هذا الحديث ولكن بنعرفش نطبقه. مع سورة البقرة بتطبقه، بنعرف نحكي كثير بنعرفش نطبق. عليكم التوبة، عليكم الرجوع، عليكم ترك الربا، عليكم ترك الإباحيات، عليكم. لا أستطيع أن أترك إباحيات ولا تدخين ولا ربا ولا نظر إلى مفات النساء ولا شيء. شو عمل؟ أظلني تحت العقاب. عشان هيك الرسول عليه السلام قال لك اقرأ البقرة، اقرأ البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، يترك مش عارف تترك ولا ذنب. مع سورة البقرة تعرف الصابون اللي بينظف الملابس هذا أقوى نوع، ما بتخلي في قلبك ولا شيء من السقطات والشهوات، وإن بطاحك تحت الشهوات ما بتخلي، بتحلقها حلق. الله برفعنا بالاستغفار العقاب، والاستغفار هو مفتاح كل باب أغلق في وجهك. عندنا قصص، آلاف القصص. هاي قصة حافظ لكتاب الله، بقول لك لربما بختم باليوم كتاب الله حفظا يوم، يعني بقرأ على جلسة واحدة. طيب، فإحنا لسنا بحاجة لتنظير، إحنا بحاجة نضع الإصبع على الجرح. إن الله لا يغفر حتى تتوب، ولن تستطيع أن تتوب بدون سورة البقرة. طيب ليش أنا بقول لك أولا الاستغفار؟ لأنه الاستغفار فيه آيات حسية، في وعد الله في سورة نوح. في الاستغفار هو التمكين، الاستغفار هو المال، هو الرزق، هو القوة، هو كل شيء عطل أو عطله الله عليك بسبب ذنوبك، هو الاستغفار يفتحهم كلياتهم. والاستغفار هو مفتاح سورة البقرة. سيأتي بك الله جل في علاه بعد أن تلزم الاستغفار ويمترك الله. نعم، قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. حقيقة نعم، يمطر الله السماء. إذا بلا التفسير، تفسير لا تموت بحقيقة سورة نوح. سورة نوح ترتيب الرباني، يمطر بعدين يمد بالمال، وبعدين المال، بعد المال يأتي البنين، زواج وبنين. هذا كله أنا أشهد الله كمان مرة إنه هذا ماذا قطفت عندما كان عندي سحر تعطيل. كان أنا قضى الله عني أول شيء جاء المطر بال 2015، بعد ما لزمت 30,000 استغفار، مش من باب تحديد الأوراد، من باب الإكثار. لا حدا يدخل علينا وتخلوش نقطة النفور إلى المتعلمين. قال 30,000 ذولا من ربع البدعة، خليكم أمي في ذيل الأمم قولوا لنا ربع البدعة. إيش أقول لك؟ هل قد استغفرت؟ هيك بدك؟ أقول لك هل قد استغفرت؟ كم؟ إيش أقول لك؟ كنت أجلس بين الفجر والشروق كل يوم 8,000 استغفار. إيش أقول لك؟ استغفرت تقريبا. إيش أقول لك؟ لما كان يقول لك ابن تيمية كانت إذا أشكلت علي مسألة كنت أستغفر الله 1,000 مرة فتحل. حدد. سيدنا أبو هريرة عندما كان يستغفر وكان عنده خيط مربوط فيه 1,000 عقدة،
كان يقول استغفر الله في اليوم 12,000 مرة على قدر عتقي، هل تعيب عليه؟ الإمام أحمد مع الخباز، وهي قصة حقيقية، من لا يعرف الاستغفار سيقول لا مش ثابتي، ما بيعرفوش الاستغفار، مش قال إنه ما لزموا الاستغفار، ما أخذوا الاستغفار آلاف أشهر حتى يروا أنوار الاستغفار ويروا كيف الاستغفار، كل إشي بنحل بالاستغفار. الله مكن لبني إسرائيل وقال في سورة الإسراء وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أمددناكم بأموال يعني الله أعطاهم عطاء، نحن قال لنا في سورة نوح فقلت استغفر ربكم، يعني استغفر الله، بدي يعطيك دلالات، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. كيف يا رب؟ وإنت المغفرة؟ لما برسل السماء عليكم مدرارة، يرسل السماء عليكم مدرارة، سترى المطر ينزل لو بالصيف لو بالصحاري، كل دونا عندنا في القناة، يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم ويأتي المدد في المال. وهذا والله نعيشه ونعيش حديث رسول الله مع هذه الآية من حيث لا نحتسب، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب، وهذه جزئية حتمية إنك يرزقك الله من حيث لا تحتسب. ويمددكم بأموال وبنين، هي التمكين، ويمددكم بأموال وبنين. يا مسلم أنت إذا بتستغفر يمدك الله بالمال والبنين كما أمد بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين، فهمت؟ وين التمكين؟ وإياكم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتي كل ذي فضل فضله. وفي آية أخرى يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وفي آية أخرى ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرين. والرحمات والاستغفار مترابطا، والمطر مترابط مع الاستغفار، والمعروف أن المطر هو رحمة. شو بدك يعني أعمل؟ بدياتك تلزم الاستغفار وتعلم الناس الاستغفار وتقول لهم مسبحكم مسكوا حظلكم كل الليل والنهار وراقبوا الله جل في علا، ومش تفكر صلاتك بتخلصك من شيء. يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيراني في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. وحديث المفلس أكبه الله في النار، الذي صلى وصام وحج وزكى كمان، سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا أكبه الله في النار. والذي خلى في محارم الله جعل الله أعماله هباء منثورا، كان يصلي ويصوم ويحج ولربما بيعطي دروس وحالته حالي شو ساوى؟ كان إذا خلى في محارم الله ذنوب الخلوات انتهكها فأكب الله أعماله كلها. فلا تظن أن الصلاة كفارة للصلاة، الصلاة كفارة للصلاة للتائب الذي تاب ومراقب لله وبينه وبين الله سر. وهذا إذا أذنب ذنب إن الله سريع، إن الله يعني غفور رحيم، لكن مش المغموس، مش مغموس بتلقش بالساعة بيحكي كلمة طيبة 5,000 كلمة سوء والناس ويخشوه لشره، وبالآخر هو بيروح يصلي. يعني صار كان يصلي، والله كان يصلي يلا مليحة من أهل الجنة، كانت الناس هيك تساوي منه من بداءة لسانه ومن من 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 سطوه وجبروته، وبقول لك كان يصلي ما يصلي. نعم الصلاة هي عمود الدين، أول ما يحاسب العبد عليها هي الصلاة، فإن صلحت صلاته مش معناها هاي الحركة الله أكبر، ما خلصتش الصلاة بالتسليم، معاملاتك مع الناس حقوق. انت اذا لم تكن مراي لدين الله راحت عليك، اذا لا تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر انت ليس من خير امة اخرجت للناس. التوبة النصوح، كيف اتوب؟ سورة البقرة هي القائد الى رضوان الله، هي عقلك المدبر، هي البصيرة فيها. مش اول يوم لكن ستستشعر، بدأت كم من ساقط كان بالأفلام الإباحية، قال ما بدأت أقرأ سورة البقرة أبحرت فيها أسبوعين ثلاثة أربعة خمسة، شلحت سنين لا أستطيع أن أترك الإباحية. هذا هو لما تقول توبوا إلى الله خذوا سورة البقرة بتعينكم على توبة الله هيك، وألزموا الاستغفار لأن الله لا يعذب مستغفر
وانتهوا عن الذنوب التي يحولها الله علينا، ديون وهموم وتشريد وتقتيل وتسليط الأمم، وهاي المهابيل اللي بسلطوها علينا الله اللي بسلطهن علينا. نعم نعم، هذه القوة أولادنا بيشتغلوا في دولهن عشان يقووهن. ليش؟ كتنكيل من الله علينا، تنكيل. ليش؟ لأن إحنا أسأنا الأدب إلى الله، نشرك به بالليل والنهار، نسبنا فضل الله علينا لغير الله، خفنا غير الله، ما رجونا لله وقارا، ما عظمنا الله، ما خفنا الله، ما عبدنا الله كما يحب الله، نفعل ما نريد، الحلال ما يعني أستطيعه وما لا يعني، والحرام ما لا تصل إليه يدي، والحرام ما لا تصل إلي يدي. يعني إذا أنا أستطيع أن أصل إلى قرض ربوي بأخذه، إذا في سرقة كبيرة هيك بعيد وصلت إيدي خلاص صار حلال هكذا. خلينا نتوب ويعرف أنه لا إن انتخبوا فلان ولا علان إلنا علاقة فيهم، ما إلنا علاقة فيهم، إلا علاقنا في قربنا من الله، ولزومنا الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله بالليل والنهار استغفار، والمعين على شلح السقطات سورة البقرة بفضل الله. مش رايح تشرك بالله لما بتكون مع سورة البقرة، هناك دروس 450 درس عن سورة البقرة، سأختصر الكلام هنا وأقول لكم في التنظير ما إله مكان، 100 سنة من التيه من الذل من الهوان، وكل سنة من قول لربا سنة الجاي وعملين يستنوا المهدي. على رسلك أخي الكريم، نحن تحت العقاب حتى نتوب، احنا مش قلة، نحن مليارين مليارين. يعني الرسول عليه السلام عندما جاء ما كانش في مسلمين، كانوا قل ما فيش، فاليوم احنا مليارين، احنا بدنا توبة بالكرباج، نعم بالقصف بالتقتيل نعم يقتلون عقابا من عند الله حتى نتوب، إن تبنا يرفع الله ويولي علينا خيارنا. الآن كل عقاب، حاكمك عقاب، حتى زوجتك عقاب، حتى الأكل عقاب، كل عقاب، في ناس بتقدرش توكل عقاب. قل ليش بلاء؟ ابعد عن كلمة بلاء إذا كانها بتفكر حالك في رفعة وتمت. كل واحد يبعث عن نفسه أين يقع، بيا بالرياء أو بالشرك، يظن أنه يعني أمره عند أوروبا ولا أمريكا أو عند الرئيس الفلاني، أو إذا غير فلان، أو إذا مات الرئيس الفلاني، أو إذا لو أنه عايش الرئيس الفلاني. اشرك، ظلك اشرك، وظل الله بالعقاب بالعقاب. يوما ما قال الإمام أحمد كان في غلا، قال ومالي لو أصبحت حبة القمح بدرهم مثلا، أنا لي أن أعبده وعليه أن يرزقني، وأنا مالي ومال كل الذي يدور من حولي، أنا علي أن أعبد الله وأستغفر الله، والله لا يعذب مستغفر، الله لا يعذب مستغفر. لا زوال الكون أهون عند الله من أن لا يحقق هذا الوعد. وإن قصص أحمد النعناع في زلزال سوريا، ما شعر، مش يعني ما خاف، ما شعرش، صار الزلزال دمر كل شيء، خرج شوفي هو عندنا قصة ديرنا، هذا التسونامي الذي ضرب ومهد كل بيوت 10 طبقات وترك هذا البيت الجميل كافي لا يتام، سبحان الله، وكانوا يعني جاءوا فيه من مكان آخر ووضعوا هناك. ففي تلفزي أنت بتشوف الله قريب، عيش مراقب لله، لا تنظر إلى الناس شو بتقول عنك، لا تنظر إلى كمية الشهادات، معك استجابة الدعاء، الله إذا سألته بيستجيب، ولا أنت فقط تقرأ وتكتب وتنزل يلا 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 يلا، ما بينفع هيك، ما بينفع، لازم يكون في حقائق كل كلام بتقوله. حقيقة الإيمان في استجابة الدعاء، في حقيقة بدك تبينها، طبعا الكلام للجميع. الله يبارك فيكم، الله يرضى عليكم، وأسأل الله العلي العظيم أن تصل هذه الرسالة ولعله خير إن شاء الله. لكن والله لا أرى إن فقط إن الله يسلطهم علينا، عندما إحنا نصير ملاح تائبين الله سيبدلهم كلياتهم، سيغيرهم، وسيغير هذا الخوف اللي فيك والهوان إلى قوة، تصير أنت اللي تخوفهم. نعم
اليوم ما حدا خايف منك ولا عامل لك حساب ولا انت موجود فيه، لا بدهن يهفوك ويخلصوا منك لأن الله سلطهم علينا بذنوبنا. يعني عفاكم الله، السرطان من الذي يسلط علينا؟ ان شاء الله. طيب ليه لا يرفعه؟ بالاستغفار يرفعه، كل مرض بالاستغفار يرفعه، الا اذا كان قدرك انك تموت. لا يمكن انك تعيش في مرض يهلكك وانت مستغفر، هذا ينافي الآية وما كان الله معذبهم يستغفرون. ممكن انا اعاني، ممكن انا مدبر اموري، طب انا الله شفاني من عدة امراض بالاستغفار، والله قضى عني كل ديوني في الاستغفار، وشو بدك؟ وفتح لي قناة اتكلم عن الاستغفار وسورة البقرة، شو بدك؟ اشغلني جل في علاه في ان ابلغ آية، بلغني ولو آية فنبلغ آيتين، استغفار وسورة البقرة، هذا كله فضل من الله تفضله الله علينا. من رد الفضل لله؟ نحن لا شيء، انا لا بعرفك ولا بتعرفني. الله تبك رد الفضل لله، الله بده يفهمك رد الفضل لله، جابك اقبل النصيحة، خذ الآية وعيش الآية وبعدين تكلم، عيش الاستغفار بالليل والنهار كما فعلنا 20-30 ألف استغفار، استغفر الله، استغفر الله، لا تستحضر قلب ولا ذنب. وإن قرأت سورة البقرة وانت شردت هنا وهناك استمر، لا تكون منظر، اعطينا نتائج. لا يكون تطبيق في دين الله بدون سورة البقرة، لا نستطيع نطبق يوم شهر جمعتين هكذا، بتدلني على ألف باب خير، لا أستطيع، بعمل فيه شهر شهرين وبفشل، يوم يومين وبفشل. سورة البقرة ستستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر على الإطالة، والسلام عليكم. أمة ستنهض مع سورة البقرة والاستغفار، الله لا يعذب مستغفر ويمكن له للمستغفر ويمده بالقوة والمال والبنين للمستغفر. وسورة البقرة الحكمة، تطبيق أوامر الله بكل أريحية، تطبيق بكل أريحية، مش تعتعة. بالبداية قراءة سورة البقرة تعتعة وصعبي، يوميا نقرأها ونختمها كل يوم كل يوم كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.